السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كاين الإخوان لاباس عليكم، نتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير نتوما والوليدات ديالكم نتوما والعائلات ديالكم نتوما والطيور ديالكم، ونتمنى الله سبحانه وتعالى أنه يدخل علينا هذه السنة القادمة 2021 بالصحة والعافية والهنا ويبعد عنا الوفاء ويبعد عنا الوباء، وإن شاء الله نكونوا بخير وعلى خير ونكونوا ناشطين ويزيدنا الله سبحانه وتعالى في الرزاق ويفتحنا ابواب الخير كاملين، وكنتمنى للجميع التوفيق والسداد والنصر باذن الله. تبارك الله عليكم ونبداو الحلقه ديالنا ديال اليوم. الحلقه ديال اليوم، الحلقه ديال اليوم خاصه بالطيور ديالنا. كما كتعرفوا بان هذا البيريود ديال شهر 12 وسبتو في هذا اواخر ديال ديسمبر فهي كتعتبر من الفترات اللي هي مهمه جدا بالنسبه للمربي، لان خاصو يقوم بعض المسائل اللي هي كتكون سبب من اسباب ديال النجاح ديالو في الانتاج ديالو طول هذه الموسم. فتره الراحه، فتره الراحه قريبه تسالي، فتره الراحه اللي هي فترة كيرتاحو فيها الطيور ديالنا بعد مرور ديالهم من واحد لابيريود، واحد الفترة ديال الموسم ديال التجاوز زائد موسم ديال طرح الريش، وكيدخلو دخلو من فترة الراحة. فترة الراحة كيسترجعو فيها القوة ديالهم بعد ما مديناهم بالعديد من المكملات الغذائية، سواء الطبيعية أو المكملات الغذائية اللي كنشريوها في الأسواق. هذه المسائل كلها مهمة ثانية باش يتكونوا عندنا طيور ونشوفوهم واجدين لا بريباراسيون اللي غنداوها قريبا باذن الله. اذا اليوم ان شاء الله مسألة مزيانة ومسألة اللي هي مهمة جدا بالنسبة للمربي، كما قلت لكم في الاول ديال الفيديو، هو انه لا فيريفيكاسيون ديال لي فيميل. الفو فيريفي لي فيميل يعني الإناث ديالنا غادي نطلع عليهم وغادي نشوفوهم، من بعد غادي نطلع على الذكورة حتى هما، يعني خاصنا نحاولو نراقبو الطيور ديالنا واش هما بصحة جيدة، واش هما خاصهم شي حاجة واللي هي غادي تصلح لينا غادي نخليوها، اللي ما غاتصلحش لينا غادي نحطوها أبار اللي هي غتعالج اللي هي ما غاديش تصلح لنا في الباج ديالنا وما غاديش نقدرو نخدمو بها، غادي نعزلوها أبار تالية. إذا هذه المسألة هذه هي فترة ديال لا سيليكسيون أو ديال الاختيار، لا بالنسبة للذكور ولا بالنسبة للإناث. كما قلت لكم المسألة ديال الاختيار أو المسألة ديال الإنتقاء كيبازي عليها بالنسبة ليا شخصيا، كنبازي على واحد المسألة، أن أصلا نطلعو على المتاوي ديالنا على الإناث كي دايرة كرشهم. إذا كانت كرشهم مزيانة كتشبه اللون ديال الجلد ديالنا، شكون فيها شوية ديال الدهون، فهاد النتوى مزيانة، النتوى مستعدة لا بيريود ديال بريباراسيون، يعني النتوى نقدرو نخدمو بها، كتعطينا إشارة أنها نقدرو نخدمو بها. ولكن بالعكس إذا كانت الأنثى قلبنا الكريشة ديالها ولقيناها حمراء أو لقينا فيها شي خط أزرق أو لقينا ديطاش نوار أو لقينا الكرش ديالها خاوية داخلة، حنا ديجا حنا كنبريباريوها، بريبارينا في هاديك الفترة ديال الراحة، عطيناها الكميات الغذائية، عطيناها الباتي، عطيناها بدا معاها جميع المسائل، البرنامج الغذائي المهم باش تسترجع القوة ديالها، لكن وجدناه هاد المتاوي داخلة كرشها أولا فيها خط أحمر أولا كرشة حمراء، المهم سي با نورمال، هادو خاصهم يتعزلو أطفال كيما قلت لكم، ميصلحوش لينا، دابا بوغ لانستون ميصلحوش لينا، غادي يعزلو الإناث اللي هما مزيانين ويقدرو كيعطيونا إشارة بأنهم كيقولنا حنا معاكم. أنا معاك، أنا غادي نتعاون معاك وغادي نفرح بك إن شاء الله بإذن الله هاد الساعة. إذا المسألة اللي غادي نديرو اليوم الإخوان
غادي ناخذو الكينات ديالنا نطلع عليهم ونشوفهم كي دايرين. انا دابا الطهازة جبت انفيمال، جبت انفيمال الطهازة، درت يديك وجبت انفيمال. هادو ديال 2000، هادو ديال 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 2020. هانتوما مغاديش تبان ليكم، ولكن الحمد لله الكريشة ديالها مزيانة مزيانة، اللهم لك الحمد. إذا حال دي فيمال دابا غادي نماركيو نيميرو دو باك ديالها، ماركيو نيميرو دو باك ديالها في الكاي ديال الباك ديالنا، ماركيو باس تي فيمال إن شاء الله غادي نخدمو بها، لأن ديجا حنا بالنسبة لا سيليكسيون ديجا جينيتيكمون عزلنا لي فمال لي هما غادي نخدمو بيهم في الديرفاج ان شاء الله ديال الجينيات، ولكن من بعد فهاد الفترة هادي ضروري عاوتاني نديرو لوطخ سيليكسيون ديال هاد المسألة، شكون لي غادي عندها الصحة جيدة وشكون لي هي مستعدة باش تخدم معنا في الإنتاج، وما تلقاش لنا مشاكل في الإنتاج الحمد لله. ف نشوفو أول تعرفة فالغازا نديرو ندير الحركة شوية ديال شوية ديال ديال الماء، نتبنى الكريشة ديالها هانتوما الكريشة ديالها الحمد لله دايخرو على خير اللهم لك الحمد. فهاد أنا كندير أنا كندير الفريقة ديالي بحال هكا اللهم بارك اللهم بارك ما شاء الله الله يبارك بكم جميعا، فاحكم على الله سبحانه وتعالى وباركوا لينا في رزقنا والله يبارك لكم في رزقكم كامل. فهذا هاكا كنديرو لي فينال ديالنا، من بعد كنشوفو ان شاء الله كنشوفو الدبرو ديالنا كذلك، فالدبرو كنشوفو حتى هما وكنحاولو كنفيريفيو حتى هما لي مال، وكنفيريفيو لي مال ادلت وكنفيريفيو لي مال لي هما جون، لي مال لي هما جون باقيين عندنا في لي كاج غادي ندير لكم ان شاء الله من بعد نشوفو نديرو الطهازة نهزو واحد الدكر من الكبار، ف نشوفو سميتو بلاتي نديرو شي ديال الليكيد باش تبان لنا الكريشة ديالو مزيان. هانتوما الحمد لله حتى هو تطيب بخير وعلى خير، شوية شحم خصك تنقص ليه الشحمة غادي ديرو ليه هما خل التفاح ان شاء الله مع الزوال لمدة ديال تلت ايام خمس ايام ان شاء الله، بين تلت ايام وخمس ايام على حساب واش شحم بزاف، السدر ديالو مزيان ما مشحمش ولكن الكريشة ديالو شوية مشحمة، دونك بالنسبة للذكور كيخصو ميكونوش مشحمين بزاف ماشي بحال الإناث، الإناث ضروري شوية ديال الشحمة باش كتعاونها في لاكوفيزون كتجمع ليها هاديك لا كيكون عندنا واحد الانرجي وكتحتا بالنسبة للكونفيغاتور كتساعدها باش تحافظ على ديك الكونفيغاتور ديال لاكوفيزون ديال الباب. أما الذكر ضروري خصو يكون مسانتري يكون مسانتري يكون واجد في البيكاج. نرجعو الذكر ديالنا، هذا الذكر غادي نقلبو جميع الذكور وإن شاء الله كذلك حتى بالنسبة ل سميتو الطيور ديال 2020 حتى هما ندير واحد بسيت فيريفيكاسيون ديال الطيور ديال 2020 الطيور ديال 2020 باقي 2020 باقي صغار غادي يكونوا ديجا مساعدين ماشي بحال الجدورة، فا حتى هو طير تبارك الله ما شاء الله اللهم بارك. غادي نرجعو الطائر، ها هو الطائر مزيان الحمد لله.
ما شفنا البنات ديالنا وشفنا الصحه ديالهم وطولينا على الكريشه ديالهم كما درنا بالنسبه للبنات الشابات كذلك بالنسبه للبنات الامهات والجدات وكذلك بالنسبه للذكور والشباب والاصول الاباء او الاجداد اختارنا الاناث اللي يساعدوا يخدموا في الانتاج ديال الموسم القادم باذن الله. وعزلنا الاناث اللي هما خاصهم واحد شويه ديال الاهتمام نزيدو لهم شويه ديال لا بريباراسيون ونعطيهم دي فيتامين وكاينين الاناث اللي هما خاصهم يتعطى لهم واحد ان بروبيوتيك باش يحاولوا يسترجعوا الصحه ديالهم. الحمد لله ما كايناش الامراض اللهم لك الحمد. هاد الفتره هادي كما قلت لكم كتكون بحال كنحلوا الباب واحد الباب اللي هو جديد هو انهيو مرحله ديال الراحه. مرحله الراحه وغادي ندخلوا المرحله الاخرى وهي مرحله لا بريباراسيون او تجار ديال الامور ديالنا ومرحله التزاوج اللي غتبدا ان شاء الله من هنا من تنزيل ديال الفيديو يعني من هنا 15 يوم ان شاء الله. نتمنى على الله يفيدكم هذا الفيديو. السلام عليكم. بعد ما كنا داخل ديال البيت ديال الطيور غادي ندرج شي شويه واحد شويه باش ما نطولوش الفيديو بزاف. وغادي نتكلموا على مساله ديال شراء الاناث لان هذا فعلا كنا قلت لكم هذا فيريفيكاسيون ديال المراقبه ديال الاناث ديالنا الى حس الى عرفنا بان غادي خصنا اناث فهذه هي الفتره اللي خصنا نقتنيو فيها الاناث اللي غنخدموا بهم. كذلك هي الفترة ديال الاستماع للطيور ممكن أننا نمشيو عند الأصدقاء ديالنا ممكن نتلاقاو معاهم وممكن نديرو الاجتماعات بيناتنا ونتصنتو الطيرات. ملي كيعجبك شي طائر كنقتني أخت هداك الطائر أو السلالة أو أنثى أو إناث من السلالة ديال هداك الطائر أو كنشوف لي هو مربي وكنقتني من عندو إناث لي عندو سلالة نقية ولا كنشوف الدم ديالي اشنو خاصني فيه كنقتني الاناث. اذا هذه لا بيريود باش نجيبو الاناث اللي عندنا ونشوفو اللي هي مزيانه اللي هي بريباري كنديرها معها كنتبعها في البريباري كنتبعو نفس كنتبعها نفس البرنامج ديال بريباراسيون الغذائي اللي غنخدمو به. الى انتوا باقا ما خرجاتش من مرحلة الراحة نحاولو نعطيوها الاكتفاء ديالها الغذائي والمكملات الغذائية. المهم أننا قبل ما نقتنيو ضروري أننا نفيريفيو في الطيور نشوفو الصحة ديالهم. كاين 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 فيديو أو كاين درس اللي هضرنا فيه على هاد المسألة ديال كيفية اقتناء الطيور. إذن وكذلك نطلبو الولادة الوراثية ديال الإناث من عند المربي ونعزلو مربي اللي هما ثقة اللي يقدرو نتيقو فيهم ويعطيونا إناث اللي هما عندهم جذور مزيانة وعندهم أصول مزيانة اللي يمكن أننا نخدمو بيهم ونتوكلو على الله سبحانه وتعالى. ودائما الكمال على الله لأن لا جينيتيك ديال الأنثى أو ديال ديال الطيور كلهم ما كنعرفوش شنو حاملين. حنا اللي كنعرفو هما شنو هما الاباء ديالهم شنو هما الاصول ديالهم هما اللي هو اللي كنعرفو دوك هو كنعرفو الكلام ديالهم والمقاطع ديالهم وهذا بالنسبه للمنقيين. وكذلك الى بغينا حتى نخدمو هذوك المنقيين نخدمو اللي عندهم لي فيش وعندهم لي قطع عاليين نخدموهم نخدموهم في الباج مزيان. اما الا خدينا طيور اخرين ما داخلينش لي كونكور ما عندهمش شي كلام رفيع وبغينا نخدمو بيهم فكنعزلو كنعتمدو على الورقة الوراثية أو البيديغري ديالهم. إذن هذه هي الوقيتة كما قلت لكم ديال اقتناء الطيور. وتبارك الله عليكم ونتمنى إن شاء الله أنكم تتابعونا باش نستافدو الجميع ونوصلو المعلومة لا للمبتدئ ولا كذلك ذوي التجربة. وتبارك الله عليكم وتحياتي لكم وإن شاء الله عما قريب
هكا بريباري ان شاء الله دروس حول المقاطع التغييريه ديال المريض ان شاء الله. غادي يكون دروس غادي تفيدكم باذن الله ونعطي نادي جعبتي باش نوصل المعلومه للاخوان كاملين. وتحياتي لكم وكنتمنى لكم موسم موفق باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.